على بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلق شوطنا السادس على بركة الله حملا الجعدان الحجاج من مسافة 3 كيلومترات. البداية مشاهدينا الكرام وصدارة هذا الشوط، البداية والمقدمة والصدارة. هناك شاهين أضحية بن سعيد بن خميس العويسي يقدم لنا البداية والصدارة. المركز الثاني هناك شياب عبد الله بن مطر بن حاذه الكتبي يقدم لنا شياب مع المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث المراكز شاهين مطر بن سعيد بن حلوه الكتبي مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز نجد حمد بن طبيب الشامسي مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز هناك مياس حمد بن محمد الغويص السويدي مع المركز الخامس والمركز السادس. هناك حشيم محسن بن علي بن سعيد العويسي ينطلق مشاهدينا الكرام، ولكن هنا فراج سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي مع المركز السادس والمركز السابع. سابع المراكز هناك شاهين علي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي مع المركز السابع والمركز الثامن. ثامن المراكز الليزر ناصر بن معيوب بن سعيد الشاعر المنصوري. هكذا النتيجة للسبعة المراكز المتقدمة، ولكن نعود مع البداية، نعود مع صدارة هذا الشوط، نعود مع بن حاذه اللي غير البداية مع شياب على البداية وعلى المركز الأول. عبد الله بن مطر بن حاذه الكتبي يقدم لنا شياب مع المقدمة. المركز الثاني شاهين أضحي بن سعيد بن خميس العويسي مع المركز الثاني والمركز الثالث. يا سلام هناك شاهين مطر بن سعيد بن حلوة الكتبي مع المركز الثاني، غير إلى المركز الثاني والمركز الثالث. يعود مشاهدينا الكرام شاهين أضحي بن سعيد بن خميس العويسي، ومن الجانب الآخر هناك نجد مع الققاع بن حمد بن ضبيب الشامسي. يا سلام يا ابو الققاع، يا سلام على اداء نجد من الجانب الاخر والمركز الخامس. خامس المراكز فراج سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي خامسا والمركز السادس. سادس المراكز هناك شاهين علي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي مع المركز السادس والمركز السابع. سابع المراكز هناك ايضا عندك يا الغويس حمد بن محمد الغويس السويدي مياس، ولكن نعود مع البداية، نعود مع شياب لا زال على المقدمة، لا زال يقود الأسماء القادمة بكل قوة. شياب مع هناك الشاعر عبد الله بن مطر بن حاذه الكتبي. والله ما هو بشياب يا بن حاذه، هذا في ريعان شبابه، في ريعان شبابه يقدم المزيد والمزيد من الأداء الرائع. يا سلام. المركز الثاني، ثاني المراكز هناك شاهين مطر بن سعيد بن حلوة الكتبي مع المركز الثاني. يلا يا بن حلوة، أهالي الخوانيج يطالبون بالتحدي والسلام الصباحي. يا سلام. والمركز الثالث هناك شاهين علي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي، ومن الجانب الآخر هناك نجد مع القاقا بن حمد بن ضبيب الشامسي مع المركز الرابع والمركز الخامس. هناك شاهين حي بن سعيد بن خميس العويسي قادم إلى المركز الخامس، ولكن نعود مع شياب على المركز الأول، شياب على صدارة هذا الشوط. يا سلام عبد الله بن مطر بن حاذه الكتبي. الله يا بن حاذه. يا سلام شياب، انطلق شياب مع البداية مع الفوز مع التحدي مع السلام الصباحي. يا سلام يا شياب شباب على المقدمة، شباب على صدارة هذا الشوط. الله يراعي شباب على البداية. عبد الله بن مطر بن حاذه الكتبي يقدم لنا شباب، وسلام يا العين سلام على هذا الأداء المميز اللي يقدمه شباب على البداية وعلى المقدمة. أشكرك يا بن حاذه على تقديمك للشباب. عبد الله بن مطر بن حاذه الكتبي وسلام يا العين سلام، تهانينا والناموس. عبد الله بن مطر بن حاذه الكتبي على هذا الأداء المميز اللي قدمه شباب. المركز الثاني شاهين أضحي بن سعيد بن خميس العويسي، والمركز الثالث شاهين علي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود بالتهنية لعبد الله بن مطر بن حاذه الكتبي على فوز شباب بالمركز الأول.
التوقيت الزمني 4 دقائق و40 ثانية. تهانينا والناموس.